في العام 1903 طار الأخوان رايت بآلتهم الثقيلة اللي سميت لاحقاً بالطائرة، ومن يومها والإنسان مشغول بتطوير الطيران، فما اكتفى بالسفر من بلد إلى آخر بل حلق حتى وصل للقمر. أما اليوم فالطيران صار متاح للجميع، ما حد كان يفكر أن الصغار والكبار بيكون هذا الشيء متاح لهم، وخصوصاً لما تحولت الطائرات بدون طيار اللي تسمى درونز إلى لعبة عند الأطفال بعد أن كانت سلاح عسكري، وصار عالم الدرون كبير جداً، فيه طائرات بحجم الحشرات وأخرى نفاثة تطير من أمريكا محملة بالصواريخ، فتؤدي مهمات عسكرية في قارة أخرى وتعود أدراجها بدون طيار وبدون أن تهبط، وفي أحيان كثيرة بدون أن يحس بها أحد أو شيء حتى الرادار. ولهذا فإن سوق الطائرات بدون طيار صار يكبر اليوم أسرع مما نتصور، وبدأت هذه الطائرات تخوض في مجالات كثيرة كالبناء والصحة والترفيه، ولحد الآن دخلت أكثر من 400 شركة حول العالم في هذا المجال، منها كبرات الشركات مثل لوكهيد مارتن وجوجل وفيسبوك وأمازون وغيرهم. وإذا تمت وتيرة هذا التطور في هالتكنولوجيا على هالمنوال بتوصل نسبة حصة الطائرات بدون طيار إلى 10% في عام 2025. هذا التسارع في صناعة الدرون ما ظهر فجأة بل منذ سنوات طويلة، بس إحنا كناس عاديين ما حسينا به لأن المجال كان محصور فقط على الاستخدام العسكري. في الحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت استخدم الأمريكان طائرات الدرون مثل هذه كأهداف لاختبار الصواريخ المضادة للطائرات وكنماذج لدراسة تأثير الانفجارات النووية على الطائرات لما تمر بجانبها. وفي حرب فيتنام كان الجيش الأمريكي يستخدمها للتجسس. لكن كيف صارت طائرات الدرون متاحة للجميع؟ مع الوقت تطورت البطاريات والمجسات اللي تخليك تتحكم بالطائرة من مسافات بعيدة. أما الكاميرات فأغرت المصورين وشركات الإنتاج والقنوات الفضائية لاستخدام الدرون بدل الهليكوبتر في تصوير الأفلام والتقارير الإخبارية، وشركات تصنيع الخام المستخدم في هياكل طائرات الدرون تحمست أيضاً وبدأت تقدم حلول سهلة ورخيصة لتحويل هذه الآلة علشان تكون في متناول الجميع. هل سمعتوا عن طائرة الدبور الأسود أو البلاك هورنت؟ هذه طائرة صغيرة جداً ما يتجاوز وزنها 18 جرام، تطير لأكثر من كيلومتر ونصف بعيداً عن مستخدمها ومزودة بثلاث كاميرات. تخيلوا أداك هذا، إيش كثر الأشياء اللي ممكن نستخدمها فيها؟ طائرة RQ-170 هي أول طائرة شبح بدون طيار، تستطيع هذه الطائرة التسلل خلف الحدود بدون أن تكشفها أقوى أجهزة الرادار والرصد. أما طائرة كيماكس العسكرية هي طائرة بدون طيار تختلف عن الطائرتين السابقتين، فهذه تستخدم للشحن الجوي والعسكري وتنقل المعدات والمؤونة إلى الجنود في أرض المعركة بحمولة تصل إلى حوالي 3 أطنان. يبدو حتى الآن أن المجال العسكري هو المسيطر على مجال الدرون، ولكن في شركات كثيرة دخلت مؤخراً وقامت تصنع مختلف الطائرات لحاجات متعددة. هالطائرة مثلاً فيها كاميرا HD نستخدمها في التصوير، وأيضاً في شركات سوت طائرات في مجال الطب والبيئة والشحن وغيرها مثل ما بنشوف بعد قليل. شركة TU Delft صنعت درون إسعاف بحيث إذا شخص جات سكتة قلبية في مكان مزدحم ترسل الطائرة إلى مكان الحادث عن طريق أخذ الإحداثيات من هاتف الشخص المتصل للإبلاغ عن الحادث. توصل الطائرة فيشتغل مكبر الصوت ويطلب المسعف من الشخص المتصل أن يترك تلفونه ويشيل الطائرة ويجري ناحية المصاب. المسعف يشوف كل شيء من الكاميرا المثبتة في الطائرة ويتكلم مع المتصل عن طريق ميكروفون وسماعة في الطائرة علشان ما يشغل المتصل بالتلفون ويخليه يركز في إسعاف المريض. أما في اليابان فكل 3 وجبات من الأرز واحدة منها عولجت بأسمدة
ومبيدات حشرية رشتها طائرات الدرون. مو بس هذا، بل أن الدرون مع تقنيات التصوير الحديثة الموجودة فيها بدأت تساعد في دراسة الحقول الزراعية وتحديد المناطق اللي بحاجة إلى معالجة واهتمام من الجهات المختصة. في سريلانكا، لحظة شوي بنطلع الخارطة، هذه الخارطة أعدلها. في سريلانكا تعمل المؤسسات الدولية لإدارة المياه بالتعاون مع الحكومة على رسم خرائط دقيقة للبلدات السريلانكية. ليش؟ علشان يستخدمونها لإدارة الكوارث والفيضانات. ولكن عملية مسح القرية الواحدة بالطرق التقليدية كانت تستغرق أكثر من عام، تصوروا عام كامل لمسح قرية واحدة، لكن الآن مع الدرون صار الأمر ما يأخذ أكثر من 3 أيام. لكن شو عن المستقبل؟ كيف بتساهم الدرون في تطوير الاقتصاد؟ وربما إعادة تعريف مفهوم الشحن، شحن البضائع والأغراض بدل السيارات والدراجات. في ديسمبر 2013 أعلن جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون عن مشروع خدمة التوصيل من أمازون، أمازون برايم إير، وهي خدمة توصيل بتكون متاحة في المستقبل القريب. تقوم فيها طائرات الدرون بتوصيل البضائع اللي بيشترونها الناس من مستودعات الشركة إلى منازلهم، وراح يصل الحجم الأقصى للطلبية اللي بتشيلها الدرون إلى 2.5 كيلوغرام، وراح تصل إلى الزبون بعد نصف ساعة من إتمام عملية الشراء. ومن يحط الموظف البضاعة في الطائرة بتطير إلين عنوان المشتري، وبتنزل الصندوق عنده، وبترجع مرة ثانية إلى المخزن بدون أي تدخل بشري. ولكن إذا انتشرت مئات طائرات التوصيل في الهواء، فشو عن طائرات الدرون التابعة للشركات الثانية، أو حتى الطائرات المدنية والعسكرية اللي تحلق في المدينة؟ لحل هذه المعضلة اقترحت أمازون تقسيم الجو إلى عدة نطاقات. أول نطاق يمتد من الأرض وحتى ارتفاع 200 قدم، وهو مخصص لطائرات الدرون اللي ما فيها نظام جي بي اس ذاتي او انظمه متطوره لتفادي الصدامات. في هذا النطاق لا يسمح للطائرات بالطيران بسرعه عاليه ابدا. النطاق الثاني يمتد من 200 قدم الى 400 قدم، ومخصص للدرون عاليه السرعه والمزوده بانظمه ملاحه ذاتيه واجهزه متطوره للاتصال. اما النطاق الاخير فهو عبارة عن منطقة عازلة بين نطاقات الدرون ونطاقات الطائرات المدنية المأهولة، ويمتد من 400 وحتى 500 قدم، ولا يسمح للدرون بالتحليق في هالمنطقة العازلة أبداً إلا في الحالات الطارئة. شركة جوجل أيضاً دخلت على عالم التوصيل بالطائرات بدون طيار، ومنذ عام 2012 تعمل على مشروع مشابه لمشروع شركة أمازون اسمه جوجل وينج. طائرات جوجل راح تطير بروحها أيضا، ولكن عند وصولها إلى هدفها ما راح تهبط على الأرض، بل راح تقوم بإنزال الطرد أو الحمولة اللي شايلتنها عن طريق رافعة صغيرة فيها حبل بينزل الحمولة لين ما تلامس الأرض، وبعدين بيرجع الحبل إلى داخل الطائرة وبتعود أدراجها، كل هذا بدون تدخل بشري. تعاونت يونيسف مع شركة ماترنت لتصنيع طائرات الدرون، وصنعوا طائرات لإنقاذ حياة مئات المرضى في مناطق نائية في أفريقيا ما فيها طرق ممهدة. تصور يولد طفل في قرية بعيدة في مالي ويحتاج بعد الولادة مباشرة إلى دواء علشان يعيش. في الحالات العادية الدواء كان ياخذ أيام لين يوصل، وغالبا يموت الأطفال قبل وصول الأدوية. أما باستخدام هذا النوع من الدرون فإن الدواء يصل خلال ساعات فقط. ويمكن أيضاً أن تحمل طائرة الدرون هذه عينة من دم الطفل وتأخذها لين المختبر فتفحص بسرعة لمعرفة مدى حالته الصحية، ومن ثم يتم إرسال الأدوية المناسبة له من الطبيب
الموجود في مستشفى في مكان بعيد. الشيء العجيب هو أن هذا النوع من الطائرات اللي ممكن تطير في سرب تستطيع التحرك لوحدها من دون تحكم بشري، حيث تمت برمجة الطائرات لتصل إلى هدفها فتهبط فيه وتقلع منه أوتوماتيكيا. قامت ناسا بتصميم طائرة درون اسمها Greased Lightning. هذه الطائرة تقدر تقلع من مكانها مثل ما تشوفون، مثل الهليكوبتر وباقي طائرات الدرون الأخرى، إلا أن أجنحتها تغير وضعيتها وتتحول من طائرة درون عادية إلى طائرة تطير بشكل أفقي، مما يعني أنها بتطير بسرعة عالية وبتقطع مسافات كبيرة في وقت قصير. هذه التجارب اللي تقوم فيها ناسا الآن قد تغير قطاع الطيران في المستقبل، وقد تتمكن شركات الطيران في المستقبل من اختراع طائرات شبيهة بهذه، يعني ما تحتاج إلى مدرجات طويلة علشان تقلع وتهبط كما هو الحال اليوم. ومن يدري، فقد يستخدم هذا النوع من الدرون في يوم من الأيام، يوم بيوصل الإنسان للمريخ لكي تساهم في فك أسرار هذا الكوكب الغريب. الإنسان في محاولاته لتطوير صناعة الطيران ما قدر يستغني عن المخلوقات الرائعة في الطبيعة ليستوحي منها أفكار في صناعة طائراته. فمثلاً الطائرة العمودية الهليكوبتر هي يعتمد تصميمها وعملها على طريقة طيران حشرة اليعسوب اللي يسمونها دراغون فلاي. ومن الحشرات استلهم الإنسان فكرة الدرون الحشرية الصغيرة جداً هذه، بحيث تدخل هالطائرة إلى أي مكان وتصور وتسجل الصوت وتطلع بدون ما نحس بها. لكن هالتقنية بعدها في داخل المختبرات، بس الميزة اللي فيها أنها لما بتنزل السوق سوف تستخدم في إنقاذ العالقين تحت ركام المباني في حالات الكوارث. رغم الفوائد الكثيرة للدرون، إلا أن الدول تحتاج لسن قوانين صارمة لاستخدامها علشان خصوصية الناس ولحفظ أمن الدول من أعمال التخريب والإرهاب. أما من ناحية السلامة، فالدرون ما زالت تشكل خطراً على الأشخاص اللي تمر فوقهم لو تعطلت وسقطت عليهم، وكذلك تشكل خطراً على الملاحة الجوية في حال اقترابها من المطارات. والاستخدام طائرات الدرون بطريقة تفيد الإنسان، بادرت دولة الإمارات بتنظيم جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان اللي تقام سنوياً في دبي. في هذه المسابقة يتنافس فيها المخترعين من مختلف دول العالم لتقديم نموذج للدرون في إحدى المجالات اللي تخدم الإنسانية كالإسعافات الأولية. المشاريع اللي تقدمت في المسابقة طموحة جداً ومبتكرة جداً، وكانت تتركز أكثر شيء في المجالات الطبية والبيئة والتعليم. رغم كل اللي شفناه، إلا أن هذه الصناعة ما زالت في بدايتها. طائرات الدرون راح تغير العالم اللي نعرفه اليوم، بتنهي صناعات وبتنشئ صناعات جديدة في المستقبل. هذه الطائرات مش فقط بتفحص إضاءة الشوارع، بل راح تبدلها أيضاً، وراح تقطف الفواكه، وراح تطعم المواشي، وراح تراقب أطفالك لما يطلعون للعب في الحي، وراح تملأ السماء فوق راسك بالبضائع والهدايا في مواسم الأعياد. هذه خطوة كبيرة للبشرية نحو المستقبل. الكشف البعيد.